المشكلة لحراس المرمى. جول أول بالمباراة، جول أول بالمباراة عن طريق مين؟ باكو. حاج مالك داخل منطقة الجزاء، جول من خط الدفاع، فرصة لفريق النجمة مع نادر مطر، جول مطر 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 مطر، جول شو عمل نادر مطر بدفاع فريق الأنصار. النتيجة رح تصير 4-2 وتنتهي الامور، وهذا الشيء اللي بصير. الجول